قوة عسكرية من أربيل استغلت فرصة انشغال قوات الاتحاد الوطني والقوات الأخرى في كركوك واحتلت هذه الآبار. بين 300 إلى 400 ألف برميل نفط يوميا هي لم تبقى تحت سيطرة شركة نفط الشمال، هذه تصدرها شركة كار اللي هي شركة تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. شركة كار ما تعين موظفين من أبناء كركوك، حتى حراس هذه الشركة والحقول تؤتي بهم من مناطق أخرى. لينطفح الكيل. قناة دجلة وتستمر التغطية.